شيء عجيب. خذوا هذا الدرس عن المال. المال مصدر شقاء وبلاء. المال اذا كثر اصبح العبد عبدا للمال. ويرحم الله الامام الحسين بن علي رضي الله عنهما لما ذهب الى اهل العراق بعدما ارسلوا اليه مبايعين ومعاهدين وعزم الامام على الرحيل الى العراق ومعه آل بيت الحبيب المصطفى. وبينما الحسين في الطريق اذ لقي الفرزدق قادما من العراق فقال له الحسين يا فرزدق كيف تركت اهل العراق وراءك؟ قال له الفرزدق يا ابن بنت رسول الله ان في النفس كلمة اقولها لك. قال له قلها يا فرزدق. قال له يا ابن بنت الحبيب ان قلوب الناس معك ولكن سيوفهم عليك. قلوب الناس معك ولكن سيوفهم عليك. لقد اشتراهم اليزيد بالمال. القلوب معك ولكن السيوف عليك. اشتراهم اليزيد بالمال. فقال الحسين رضي الله عنه يا سبحان الله ان الناس عبيد المال الى يوم القيامة. المال والجاه والسلطان. المال والجاه والسلطان هذه الثلاثة اذا اجتمعت على انسان او اذا انفرد احدها بانسان انساه ذكرا واحد الديان. وحدوا من لا وصل ولا ونعم. الناس قلوبهم معك لكن سيوفهم عليك. ان الغني وان تكلم بالخطأ قالوا اصبت وصدقوا ما قال. واذا الفقير اصاب قالوا كلهم اخطأت يا هذا وقلت ضلالا. ان الدراهم في المجالس كلها تكفي الرجال مهابة وجلالة. فهي اللسان لمن اراد فصاحة وهي السلاح لمن اراد قتالا. يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه ابوابها وتراه ممقوتا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى اسبابها. حتى الكلاب اذا رأت رجل الغنى حنت اليه وحركت اذنابها. واذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكسرت انيابها. يا حسين لك الله. لك الله يا حسين. يا من وعدك اهل العراق واخلفوك الموعدة. لك الله. يا من عاهدك اهل العراق واخانوا عهد الله معك. لك الله. يا من قتلتك الفئة الباغية. لك الله. عندما اشتد بك العطش وانت في ميدان المعركة. يا من اشتد بك العطش يا حسين وانت في ميدان القتال وذهبت الى شاطئ نهر الفرات لتشربه فرماك بعضهم بسهم في حلقك فبدلا من ان تشرب الماء نزل الدم من حلقك ابن بنت رسول الله. لك الله. يا من قال لك ابن اخيك عبد الله بن الحسن يا عماه كدت اموت من شدة العطش وانت لا تجد لابن اخيك قطرة ماء فبكيت يا حسين وقلت له يا ابن اخي اصبر فانك عما قليل ستشرب من حوض جدك المصطفى. هذه هي الدنيا. قلوب الناس معك وسيوفهم عليك. قلوب الناس معك وسيوفهم عليك.
سيوفهم عليك. وقاوم الحسين وزينب اخته رضي الله عنها تناشد عمر بن سعد قائد الجيش وتقول له: يا عمر، كيف سولت لك نفسك ان تقتل الحسين ابن بنت رسول الله وابوك سعد بن ابي وقاص احد العشرة المبشرين بالجنة، ابوك احد العشرة وانت تقاتل ابن بنت رسول الله؟ زينب في حومة الوغى في ميدان القتال، والحسين تتناوشه السهام والرماح والسيوف من كل جانب، وهو الصامت، الذي قبل ان يخوض المعركة اخذته سنة من النوم، فلما استيقظ قال لاخته زينب: يا زينب، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي: يا حسين، انك عما قليل ستكون عندنا. وبكت زينب، بكت بطلة كربلاء، بكت بدموع الوداع، وفي الوداع وفاء، فما هي الا لحظات وسوف تودع البقية الباقية من آل بيت المصطفى. لقد مات ابوها علي، قتل وهو يصلي الفجر في مسجد الكوفة، قتله الخوارج من اهل العراق، قتلوه وهو قائم يصلي في المحراب يصلي الفجر، قتل علي. وبعد مقتل علي مات الحسن مسموما، مات الحسن واخوها مسموما، وهي الان في حومة الورى وساحات القتال، والمعركة قد شمرت عن ساقيها وحمي وطيفها واشتد اوارها، فلا ترى الا رؤوسا تنصر ودماء تهدر، وزينب تنظر الى اخيها والسيوف تناوشه من كل مكان. فماذا يفعل الحسين؟ ليس معه الا 70 من آل بيت الحبيب، وجيش يزيد بن معاوية يزيد على 6000 مقاتل اشتراهم يزيد بالمال. الا لعن الله المال وقاتل الله المال الذي جعل من العبيد سادة، الذي جعل من الانذال وجعل من الاوغاد قادة. ما تقول زينب وماذا تفعل؟ ما تقول وما تفعل؟ واخيرا خر الحسين شهيدا على الارض، والدماء الزاكية تسيل منه. فتى كان عذب الروح، لا من غضاضة ولكن كبرا ان يقال به كبر. فتى مات بين الطعن والضرب ليتة تقوم مقام النصر لو فاته النصر. تردى ثياب الموت حمرا، فما دجى لها الليل الا وهي من سندس خضر، اذا شجرات العرف جذبت اصولها، ففي اي فرع يوجد الورق النضر؟ يا حسين، يا ابن بنت الحبيب، عليك سلام الله وقفا، عليك سلام الله وقفا، فانني رايت الكريم الحر ليس له عمر. ومات الحسين، مات ضحية المال وضحية الظلم، مال بيع به الاوغاد، وظلم تمثل في يزيد واعوانه. وما اكتفى الاوغاد بهذا، بل جاءوا برجل يسمى شمر بن ذي الجوشن، واقبل على الجسد الشريف ليفصل الرأس الذي طالما سجد لله، وفصل الرأس عن الجسد، وجيء بعشرة من الخيالة راكب الفرسان، واخذوا يقعون الجثمان الشريف وهو يلبس ثياب جده محمد، كان يلبس ثياب جده رسول الله، جيء بالفرسان فاخذوا يقعون الجسم الشريف النظيف العفيف جيئة وذهابا، وجيء بزينب فقبلت بسلاسل الحديد، وهي تقول: ماذا تقولون ان قال النبي لكم ماذا فعلتم وانتم اخر الامم
بعثرتي وبصحبي اذ سرقتهم منهم مصارى ومنهم درج بدمي. ما كان هذا جزائي، ما كان هذا جزائي بعد مفتقدي ان تفعلوا كل هذا في ذوي رحمي. سيقت زينب وسيق آل البيت اسرى والشماتة على اوجه الاعداء، ولكن اذا حدث هذا في الدنيا فان الله في عليائه وكبريائه ينادي قائلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء، في يوم ينادي فيه القاضي الاعلى: ايها المظلوم تقدم، ايها الظالم لا تتكلم. ايها المظلوم تقدم، ايها الظالم لا تتكلم، لا تتكلم. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي: ايها المظلوم، ايها المظلوم، يا شهداء الظالمين تقدموا. ايها الظالم، ايها الظالم، لو دامت لغيرك ما وصلت اليك. ايها الظالم، اذا غرست قوتك على ظلم العباد فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوقك. انظر، انظر الى قوة العزيز الجبار، انظر، انظر الى قوة العزيز الجبار من فوقك.